قاموا جو طلعونا من البيوت، قالوا حتحصل ضربة، فخوفنا كلنا، قالوا حيكون في ضرب، يعني أحسن تمرق وتخلوا المنازل. يلا ياهو طلعنا من البيوت، طلعنا ياهو كان يزول بالحاجة اللي عليه، يعني كنت كويسة، يعني كنت عايشة في الأثري، زوجي كان شغال في الأخشاب بيعمل سراير وكده، وكنا كويسين الحمد لله. خلاص كنا لين نسجل ولدنا في الروضة، يعني تمت الأربع سنة. البغرة انجليزي فزوجي خاف، يعني انه احتمال قلب تغيصر او كذا بحتاج لمستشفى. قمنا مشينا شرق النيل العلفون، قعدت فيها لحد ما وضحتها، لكن ما ادوا بالتالي الان افاده انه انا يعني ولدت هنا. كانوا بيقولوا لي ما في دفتر بتاع مواليد عشان يدوكي. وبجهز في حاجاتي كده، كان سمعنا الضرب، الأولاد كانوا بيبكوا وبيصرخوا، ومن الدسينة تحت السلم. قعدتنا تحت السلم دي قعدنا قريبة 6 أيام، كنا بناكل ناكل وجبة واحدة في اليوم، مرات الوجبة دي زي عبارة عن موية ببسكويت. والعربية تبطل بينا كل شوية ولز وشنو وتفاتيش، وبتدي عيط شديد. يلا وهناي يعني كان جاي التهاب، كانت محتاجة لأكسجين، كنا بنفتش المراكز وكده، كان نفسها تقوم. بقيت أيام أنا لا عادة. بيت ما في ضرب، تسمع الطيران، يعني ما تعرف بكرة تصحى تلو بعدشتو تصحى، يعني مستقبل مظلم. ما بقدر اتغرب، بعدين بنحب بلدنا يعني، بس اصعب شيء انه بلدك ما تقدم لك حاجه. يلا هم براعوا للمواطنين، الزينه الغلابه الزينه.